لا أولا أريد أن أذكر للسادة المشاهدين أن عدد الذين صوتوا لأحزاب اليسارية أو محسوبة على كتلة اليسار أو وسط اليسار تقريبا كان 13 مليون صوت، مع أن تحالف اليمين حصل على 1.5 مليون صوت، أقل من هذا الرقم. إذا الإشكال كان كذلك بسبب تشتت أحزاب اليسار. من الجهة المقابلة أحزاب اليمين استطاعت أن تشكل كتلة أو تحالف سياسي أدى بهم إلى الفوز بهذه الانتخابات. نعم، جورجيا ميلوني حصلت على من الأصوات، لكن لا نستطيع أن نقول أن إيطاليا تتوجه نحو الفاشية. حزب جورجيا ميلوني، مع أنه حزب فعلا متطرف وراديكالي في بعض تصريحاته وفي بعض أطروحاته، لكن ليس بالحزب الفاشي. نعم، بين أنصاره وبين كذلك من يعني ينشطون داخل هذا الحزب، هناك من يحن إلى الفاشي لإيطاليا، لكن لا نستطيع أن يعني نحكم عليهم بالمجمل ونقول أنه حزب فاشي. يبقى كذلك أن جورجيا ميلوني صرحت وأكثر من مرة بتصريحات للأسف الشديد يعني تبرهن من خلالها عن كرهها للإسلام والمسلمين، تصريحات لاذعة. يعني هي تستغل بعض الأحداث وبعض المواقف لكي تهاجم الإسلام والمسلمين، وقفات احتجاجية أمام مراكز إسلامية. لا ننسى أن إيطاليا ليس فيها إلا 5 أو 6 مساجد بالقبة والصومعة، باقي المصليات كلها مراكز إسلامية ليس لديها الاعتراف الكامل على أنها دور للعبادة. عندنا إشكالية كبيرة فيما يخص المراكز الإسلامية، وكذلك ملفات أخرى منها المقابر الإسلامية، وإلى الآن لم نتحصل إلى الاعتراف الرسمي من طرف الدولة. لذلك عندنا تخوف وقلق من الحكومة الجديدة، لأن ملف الاعتراف طبعا سيتعثر أكثر وأكثر مع هذه الحكومة. لكن نسعى دائما إلى أن يبقى باب الحوار مفتوحا، لأن إيطاليا يحكمها الدستور، وهي دولة قانون ودولة مؤسسات، وطبعا هناك عرف أوروبي فيما يخص ملف الهجرة وملفات أخرى. لا تستطيع إيطاليا يعني مع أي حكومة تتصدر المشهد أن تغير من هذا الواقع. طيب، لكن خطاب اليمين مركز كثيرا على الهوية الإيطالية، على القومية، ربما حتى كذلك على النزعة الأوروبية في مقابل الأجنبي الموجود، سواء كان مسلما أو غير مسلم. هل يشكل هذا برأيك خطر على تماسك المجتمع الإيطالي؟ عدد المسلمين يزيد، عدد المهاجرين كذلك يزيد بغض النظر حتى عن دينهم، وإيطاليا تشكو من مشكلة التهرم السكاني وهي في حاجة إلى هذه الأعداد. هل وجود هؤلاء فقط فازوا في الانتخابات، هل سيتحول برأيك إلى إجراءات؟ يعني هل ستتخذ جورجيا ميلوني كرئيسة للحكومة الآن ومع الفريق باقي التحالف إجراءات وقوانين جديدة ربما ليست في صالح المهاجرين، مما يزيد في هذا الصراع، أم أنها خطابها قبل الانتخابات شيء، وربما حينما تتولى قيادة البلاد سيتغير الخطاب ولن تتغير سياسة الدولة كثيرا؟ ما الذي سيحصل؟ نعم أخي الأستاذ سمير، هي جورجيا ميلوني من خلال مواقفها السياسية دائما برهنت عن فعلا جديتها في إقرار أو تمرير بعض القوانين التي تخلق نوع من المضايقة في حق المهاجرين والمسلمين خاصة. دعني أعطيك بعض الأمثلة. تحالف الأحزاب اليمينية يحكم بعض المناطق في إيطاليا، بعض الجهات، وقد تم تمرير بعض القوانين التي يعني تهاجم من خلالها المسلمين خاصة، يعني كفئة مجتمعية. أعطيك مثال لومبردية، وهي طبعا من أهم الجهات الموجودة أو الأقاليم الموجودة عندنا في إيطاليا.
قامت بإقرار قانون لمنع بناء المساجد، سمي هكذا القانون يعني من خلال الصحافة الإيطالية، مع أنه قانون يعني يتكلم عن بناء دور العبادة في لومبارديا، لكن الكل يعني كان يعرف أن هذا القانون تم اختلاقه لمنع المسلمين من بناء المساجد. يعني لومبارديا هذه كجهة كلها ما فيها إلا مسجد واحد وهو مسجد الرحمن في مدينة ميلانو، وتم إقرار قانون حتى لا يبنى أي مسجد ثاني. فالمسلمون في جهة لومبارديا يكتفون بالمراكز الإسلامية وبالمصليات الموجودة الغير طبعا يعني معترف. الجهة يحكمها اليمين كذلك. نعم، فلذلك نحن وجدنا أن الأحزاب اليمين بما فيها جورجيا ميلوني طبعا استطاعت فعلا تمرير قوانين. مثلا هناك قانون في جهة ليغوريا هو ضد البرقع ضد النقاب، وتم إقرار هذا القانون مع أنه يعني عدد النساء اللواتي يضعن النقاب يعني يعد على أصابع اليد الواحدة. فنجد فعلا أن الحزب أو تحالف اليمين عندما يحكم جهة معينة يقوم بإنشاء قانون يبرهن من خلاله للناخبين أننا فعلا نحن جديون عندما نحكم، نقوم ب مواجهة المسلمين والمهاجرين عامة بما نقوله في خطاباتنا وفي حملاتنا الانتخابية. لذلك أنا أرى وهذا تخوفي أنه ستكون هناك محاولة من طرف حكومة جورجيا ميلوني لإقرار قانون هي اقترحته أكثر من مرة وهي في المعارضة، وهو قانون مكافحة التطرف الإسلامي، وهذا المقترح موجود في برنامجها الانتخابي، مواجهة أو محاربة التطرف الإسلامي. الإشكال هو كذلك في المصطلح، ماذا تقصد جورجيا ميلوني بالتطرف الإسلامي؟ هل سنحاكم على أفكارنا؟ هل سنحاكم على مبادئنا؟ هل سنحاكم؟ لذلك هناك إشكالية فيما يخص هذه الوعود وكذلك تطبيقها. نعم فهذا التخوف هو تخوف مبني على واقع يعني عشناه في بعض المناطق.